السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو اللقاء الثاني في التعليق على رسالة المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1425 من الهجرة النبوية. وسيكون التعليق على المقدمة مختصرا إن شاء الله، بل سأحاول الاختصار في التعليق على عموم الرسالة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس. هذا الحديث حديث الافتراق متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عدد كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حديث معاوية رضي الله عنه، وهو أصحها أو من أصحها، كذلك حديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو وغيرها من الأحاديث الواردة في ذكر هذا الافتراق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة في الدين، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم إن الأمة الإسلامية تشبهت بالكفار، تشبهت بأهل الكتاب فتفرقوا واختلفوا في دينهم. وهذا التفرق والاختلاف في الدين هو بدعة ومحدث، لذلك توعد هؤلاء المتفرقين بالنار فقال: كلها في النار، واستثنى واحدة، فقال: إلا واحدة، وبين وصفها فقال: وهي الجماعة، يعني التي تكون على الحق والهدى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك، خرجه ابن عساكر بسند صحيح. وكذلك ورد في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف هذه الجماعة، في وصف هذه الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الجماعة، وأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما عليه الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ عبد السلام رحمه الله: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك وهو حديث حسن. ثم قال رحمه الله: فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، يعني الأمر الذي ينضبط به هذا المسمى. فكل شخص يزعم أنه من أهل السنة والجماعة. اليوم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من فرق الضلال يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. فنقول لهم: إن هناك ضابطا وأمرا واضحا يرجع إليه في التحقق من دعوى هذا المدعي أنه من أهل السنة والجماعة. فهل أنت على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ هل هو على منهج السلف الصالح؟ هذا هو الضابط. ثم قال وصفا أهل السنة والجماعة، قال بأنهم ماذا؟ متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ. النواجذ وهي الأضراس. ولذا كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة. النواجذ هي الأسنان التي بجانب الرباعية، أو يعني هي الأضراس، فعض عليها يعني أنه تمسك بشدة. ولذا كانوا يعني الفرقة، كانوا يعني أهل السنة والجماعة، قال الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة بسبب تمسكهم بالسنة والجماعة، سالمون من البدع في هذه الدنيا. وكانوا الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ثم فسر الشيخ عبد السلام رحمه الله معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرين، فقال: والظهور هنا بمعنى النصر. قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال: وإن جندنا لهم الغالبون. فهم غالبون بالسيف والسنان. السيف معروف، والسنان أيضا يطلق على السيف، وكل آلة حادة يجاهد بها أعداء الله. قال: أو بالحجة والبرهان، يعني بالدليل بالحجة. وهم فرقة واحدة، يعني أهل السنة والجماعة فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا كلام الشيخ عبد السلام واضح، أن أهل السنة هم الفرقة الناجية، وهم أيضا الطائفة المنصورة الظاهرين على الحق حتى قيام الساعة، حتى يأتيهم أمر الله قبل قيام الساعة، وهم ظاهرون على الحق، وهم ناجون من النار لكونهم مطبقون للكتاب والسنة
مبتعدون عن البدع والمعاصي. أما إذا ابتعدوا عن البدع وعند هذا السن معصية فهو لا يكون ناجيا من النار مطلقا إذا عنده معصية، لكن يرجى له النجاة. والناجي الآمن يوم القيامة هو المؤمن المطيع المبتعد عن الشرك والمبتعد عن الكبائر والمبتعد عن البدع، والبدع أغلظ من الكبائر، فيبتعد عن هذه كلها يكون له الأمن التام يوم القيامة بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وهم فرقة واحدة، يعني ما في جماعات لتكون هي الناجية فتبليغ وإخوان وحزب تحرير، لا، هذه فرق ضالة. أهل السنة في كل مكان هم أهل السنة، السلفيون في كل مكان هم السلفيون، وإن كان عندهم شيوخ يرجعون إليهم ويستفيدون منهم، لكن هؤلاء الشيوخ كلهم على منهج واحد ويحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، إلا ما يحصل في أمور الدنيا من النزاع هذا أمر آخر، لكن في الدين هم على قلب واحد، هذا هو منهج السلف. قال رحمه الله تعالى: وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. يعني أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم مثل جماعة الإخوان، جماعة ما إلى محمد، ولا جماعة ماذا أمة الإسلام، من هذه الأسماء الجديدة فرقة خاصة، لا، اسمهم الذي هو الأصل الإسلام، يجمعهم الإسلام والسنة، أهل السنة أهل الإسلام، أو الألفاظ الصحيحة الدالة على المعاني الصحيحة. قال: وما دل عليهما من الألفاظ، مثل السلفيون الأثريون أهل الحديث أهل الحق والهدى، ألفاظ شرعية تدل على معاني صحيحة وليست مجرد ادعاءات. قال ثم أورد الأثر عن الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله، هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المتوفى في ما أذكر سنة 179، قال: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، يعني غير أهل السنة، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. فالجهمي مبتدع مشرك، والقدري مبتدع ضال، والرافضي في زمانهم منهم من هو مبتدع منهم من هو مشرك، أنواع الروافض في زمانهم. ثم قال: وسئل رحمه الله يعني الإمام مالك عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة، ما لسم له يعني ليس له اسم سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، يعني سوى السنة أو ما يدل عليها. ثم قال: وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا. فالشيخ عبد السلام يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة مدونة في كتب، اعتنى أهل السنة من الأئمة الكبار العارفين بالكتاب والسنة، أهل الفقه والأثر وأهل العلم والنظر، فهؤلاء ألفوا كتابات عظيمة، وسيذكر الشيخ عبد السلام جملة منها، وهي كتب في الغالب مطبوعة ومشهورة، لا حاجة لأن أقف مع كل كتاب وحده أذكر ما يعني من مؤلفه ومتى مات وترجمه، ترجعون إلى تراجم هؤلاء العلماء فهي موجودة بسهولة تقفون عليها. لكن أول كتاب يؤخذ منه العقيدة القرآن الكريم، ومعه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام، ثم آثار الصحابة، آثار التابعين، آثار أتباع التابعين، وهي مجموعة في هذه الكتب. هذه الكتب نأخذ منها كلام أهل الأثر، كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم. أما القرآن فهو موجود، وأما الحديث فقد صنف في الحديث كتب معروفة معلومة مثل البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير من الكتب. كذلك كتب العقيدة المسندة هي أيضا تجمع أحاديث الاعتقاد، فسأسردها سردا. قال رحمه الله:
منها المؤلفات الموصومة بالسنة. الموصومة يعني التي تسمى من الوسم وهو العلامة أو الاسم. قال ومنها يعني من المؤلفات هذه المؤلفات الموصومة بالسنة أي المعتقد، يعني من العلماء من ألف كتابا وسماه السنة، يعني أن هذا كتاب المعتقد، لأن السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة وهي العقيدة التي نحن نعتقدها ويجب علينا أن نعتقدها ونعمل بمقتضاها. قال وهي تربو يعني تزيد على 250 مؤلفا، يعني مؤلفات علماء السنة في كتب ألفت باسم السنة هي تزيد على 250 مؤلفة، منها الموجود ومنها المفقود. ثم ذكر منها السنة لابن أبي شيبة صاحب المصنف، والسنة لأحمد بن حنبل لأم المعروف، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن أحمد يعني بن الإمام أحمد، والسنة للخلال وهي مطبوعة، والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي وهي لا أدري أنها موجودة يعني غير مطبوعة، والسنة لأسد بن موسى وكذلك لا أدري أن السنة لأسد مطبوعة لكن مطبوع الزهد، وبعض الآثار موجودة باقية من كتاب السنة. قال والسنة لابن القاسم صاحب مالك كذلك هو فيما أعلم من عدد المفقود. قال والسنة لمحمد بن سلام البيكندي، والصفات والرد على الجهمية المعي بن حماد، والسنة للأثرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري كتاب مطبوع، والتفسير السنة إذا كان صريح السنة موجود. قال والتفسير في معالم الدين لابن جرير أيضا، والسنة للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي القاسم اللالتائي التي هي شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة. قال والسنة لمحمد بن نصر المروزي وهي مطبوعة، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني مطبوعة، والإبانة والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مأندة، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسمى بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة للدوار السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني كلها مطبوعة، وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمينين، والشريعة للآجري، واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والسنة للبربهاري ما كلها مطبوعة، والسنة الذي اسمه شرح السنة، والإيمان لابن مندة مطبوع، والإيمان للعدني مطبوع كذلك، والعرشي لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لابن وهب، والقدر لأبي داود، والقدر لابنه مطبوع، العرش لابن أبي شيبة مطبوع، القدر لأبي داود أظنه من الكتب المفقودة، في كتاب القدر من ضمن السنن لكن كتاب القدر المفرد أظنه مفقود، والرؤية والصفات والنزول الدارقطني كلها موجودة، ورسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي وهي موجودة، ولها اسم آخر الرد على من أنكر الحرف والصوت. قالوا جوابي أهل دمشق الصفات للخطيب البغدادي، والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسان هذه مفقودة، والسنة ليعقوب الفسوي، والسنة للقصار، وأصول السنة السنة للقصار في ظني أن جمعت أمور ولكن لا أدري أنها موجودة، السنة لعقوب الفسوي غير موجودة، وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي موجودة، والسنة لحنبل بن إسحاق أظن الكتاب بهذا اللفظ غير موجود إلا إذا كانوا في البقايا، والأصول لأبي عمرو الطالمنكي هذا مفقود الكتاب، وغيرها كثير كثير. ثم قال وهذه كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب، وهكذا يعني لها أهمية في معرفة منهج السلف، ككتب الباء مكسورة، نعم معذرة، وهكذا كتب يعني لها حكمها كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن الوهاب وغيرهم، فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له، يعني فيها أيضا الاحتجاج للعقيدة الصحيحة وكشف شبهات أهل الأهواء. قال ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة
على وجه الاختصار، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أشرح الصفر الأخير مع بداية المعتقد الصحيح الذي هو قوله المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، والله تعالى أعلم. أكون بهذا انتهيت من التعليق على المعتقد الصحيح لهذا الأسبوع، ثم بعد ذلك أرجع إلى الأربعين في الأحكام للمنذري رحمه الله تعالى. وصلت عند قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى، هكذا كتب على النسخة. قال رحمه الله تعالى الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده، يعني فيما يصدر عنه وما يرد إليه في ذهابه وإيابه. الصدر يعني يصدر عنه يذهب يعني يخرج منه، كما يقال صادر ووارد، في صدره وورده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى في الجاهلية بالصادق الأمين، لأنه كان صادقا في وعده وصادقا في لفظه، وكذلك كان أمينا على ما أتمن عليه من الأمانات صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الوفاء بالعهد، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهي من صفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده، يعني أن هذه الصلاة عددها ما توجه قاصد لقصده، يعني قصد ونوى. والسنة أن تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بما ورد بدون ماذا هذه الزيادات. ثم قال وبعد، وهي كلمة يؤتى بها لفصل ما بعدها عما قبلها، ويكون بعدها وتكون الكلمة الأولى بعد أما بعد 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 وبعد فيها حرف الفاء، وإن سقطت فلا بأس، ولكن الأفضل يعني أن لا تسقط. وبعضهم يوجب الفاء يعني في النطق بها وإلا عد لحنا وخطأ في الكلام. قال فقد سألني أن أجمع لك، فقد سألتني يعني أيها الطالب أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام، يعني الأحاديث المشتملة على الحلال والحرام الأحكام الشرعية. قال التي هي يتبين منها الواجب والمستحب والحرام والمكروه وكذلك المباح، وكذلك يعرف منها الصحيح في المعاملات والعقود، وكذلك الفاسد من العبادات والمعاملات والعقود، الصحيح من العبادات والمعاملات والعقود، والفاسد من العبادات والعقود أيضا والمعاملات، كذلك يعرف بها الرخصة والعزيمة. فالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية التي هي ذكرتها لكم سابقا الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، وأما الوضعية يعني التي وضعها الشارع سببا أو شرطا أو مانعا أو صحة أو فسادا أو رخصة عزيمة، هذه كلها داخلة في الأحكام الشرعية. فهذه الأحكام تستنبط من الأدلة، الأحكام الشرعية تستنبط من الأدلة التفصيلية. هذا الفقه في الدين، ففقه الأحكام الحلال والحرام يستنبط من الأدلة التفصيلية التي وردت في الشرع من الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم فيه آيات الأحكام كله خير وبركة وكله علم وكله هدى، القرآن الكريم، لكن منه آيات
هي مختصة ببيان الحلال والحرام، تسمى آية الأحكام. وكثير من العلماء قد جاء بعض العلماء جمعوا هذه الآيات في كتب مفردة سموها كتب آيات الأحكام، وهي نحو 200 آية، ومنهم من جعل 500 آية، يعني تفرد العلماء في عدها. فهذه آيات الأحكام التي يصنف منها الأحكام العملية، العملية التكليفية أو الوضعية الشرعية، هذه أحكام عملية. أما أحكام العقائد فهذه ليس داخلة في الفقه العملي اللي هو العبادات، الصلاة والصوم والحج والزكاة، وكذلك المعاملات مثل البيوع وما يحل وما يحرم، وكذلك أحكام الزواج والطلاق والخلع والحضانة وما يتعلق بها من أحكام النكاح طبعا، ثم الأحكام المتعلقة بالقضاء والحدود والكفارات وغير ذلك. فهذه الأمور وهي أمور العدل، هذه تسمى أمور الفقه، والتي يقال لها أنها يعني وضعوا لها وجمعوا لها أحاديث الأحكام، وضعوا يعني في كتاب أحاديث الأحكام، ومن هذه الرسالة التي هي 40 في الأحكام، يعني الأحكام الفقهية العملية. فهذه الأحاديث العلماء رحمهم الله جمعوها كما جمعوا الآيات المتعلقة بالأحكام. فآيات الأحكام جمعت وأحاديث الأحكام جمعت، وهذه فيها تصانيف وهذه فيها تصانيف، وهي في العادة ما بين موسع وما بين مختصر مختصر. فهذه الرسالة وهي 40 التي ألفها المنذري جمعها من الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أو في أحدهما، هذه الرسالة مختصرة جدا، يعني على أهم الأحاديث الواردة في الحلال والحرام أو في الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة في درسها، يعني أنك تدرسها وتفهمها لأنك بحاجة إليها طول الدهر، لأنها من أصول أحاديث الأحكام. قال: على ممر الأيام، وأن تكون هذه الأحاديث بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد، يعني حفظها ومدرستها. قال: وقد استخرت الله تعالى، ففعل الاستخارة طالبا من الله عز وجل أن يختار له الخير، فقد اختار الله له الخير وكتب هذه الرسالة وانتفع الناس بها. ثم قال: وأجبتك إلى مرغوبك، يعني ما ترغبه، وبادرت إلى مطلوبك. قال: وخرجتها هذه الرسالة مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، يعني في صحيحهما، قال في صحيحهما، البخاري له كتاب الجامع الصحيح ومسلم له كتاب الصحيح، وهما أصح الكتب المصنفة في الحديث، أصح الكتب المصنفة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وانفرد به، يعني بالحديث أحدهما، سواء كان الحديث البخاري ومسلم جميعا أو في البخاري وحده أو في مسلم وحده. قال: راغبا إلى الله تعالى أن يدفعني بها، يعني بهذا الجمع، بهذه الحديث، وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. ثم ذكر الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم بلفظ: لا يقبل صلاة أو لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فليس في رواية الإمام مسلم في صحيحه ذكر للفظ الجلالة، فهذا عند غير الإمام مسلم، عند غير الإمام مسلم. وهذه عادة موجودة عند المتأخرين، وهي أنهم قد يرون الحديث ويعزونه للبخاري ومسلم وليس باللفظ الذي أوردوه تسامحا منهم، لكن قد روي بنفس الإسناد
أو تناقله العلماء بدون تدقيق في اللفظ. فلفظ الإمام مسلم عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت يعني ابن عامر على البصرة يعني أميرا، ولا أدري يعني لما كنت أميرا على البصرة ماذا فعلت، يعني فلعلك غللت أو فعلت شيئا الله أعلم به. هذا حديث ابن عمر في مسلم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أيضا وابن مخرج الصحيح: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم بلفظ لا تقبل صلاة خرجه الإمام أحمد رحمه الله بلفظ: لا يقبل الله صلاة صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. ورواه ابن ماجه هذا اللفظ الذي أورده المنذري: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. ومعنى لا يقبل الله أي أن الصلاة المؤداة بغير طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر هي صلاة غير مقبولة يعني مردودة. فالصلاة بغير طهارة مردودة، فيه وجوب الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فقوله الطهور يعني طهارة، والطهور هنا يطلق على الفعل يعني فعل الطهارة. وفعل الطهارة إما يكون بالوضوء وإما يكون بالغسل، وعند فقد الماء يكون بالتيمم، فالتيمم يجزئ عن الوضوء وعن الغسل. فلم يقل لا يقبل الله صلاة بغير وضوء، لأن الوضوء إنما يقبل في حال وجود الحدث الأصغر فيرفعه الوضوء، أما الحدث الأكبر فلا بد من رفعه بطهور آخر وهو الغسل. والغسل هو تعميم البدن بالماء، وتعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر بحيث أنك تكون جاهزا للصلاة. وأما الوضوء فيكون من الحدث الأصغر، والحدث الأصغر سببه الريح، خروج الريح أو الخارج من السبيلين من القبل والدبر، ما يخرج من القبل والدبر من السبيلين. كذلك مما يوجب الوضوء وهو الحدث من الحدث الأصغر أكل لحم الإبل، كذلك النوم المستغرق أو الإغماء إلى غير ذلك مما هو مذكور عند العلماء من أسباب الحدث الأصغر. أسباب الحدث الأكبر ثلاثة ويلتحق بها غيرها، لكن الأساس ثلاثة. الأول وهو الجنابة، أن يحتلم الإنسان، مع أول شيء نقول الاحتلام، فالإنسان يحتلم وهو نائم يستمني وهو نائم، فهذا عليه الغسل. كذلك الجماع، من جامع زوجته يعني الجماع العلاج فيه أيضا الغسل. كذلك الحيض، بالنسبة للمرأة إذا طهرت فإنها تغتسل ويلحق به النفاس. ومن ذلك أيضا الردة، إذا إنسان كفر بالله ثم تاب وأسلم فإنه يغتسل وجوبا عند بعض العلماء، وهذا هو الأصح. فلا يقبل الله من أحد صلاة يصليها إلا إذا تطهر لها، وذلك بأن يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر،
ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء، ويرفع الحدث الأكبر بالماء بالغسل بالماء. فإذا عجز الإنسان عن الماء أو عدم الماء ولم يستطع الوضوء بالماء أو لم يجد ماء ليتوضأ بها أو يغتسل فإنه يتيمم، ومن فقدهما فإنه يعني يصلي على حاله. ثم قال: ولا صدقة من غلول، يعني الإنسان إذا غلى وأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فهذا نوع من السرقة، فالسارق لا تقبل صدقته. يعني إنسان سرق 100 دولار فيتصدق على فقير ب5 دولار لا يتقبل الله هذه الصدقة لأنه سرقها، لكن لو تصدق بمال آخر عنده غير المال المسروق هذا شيء آخر، لكن المال المسروق المال الذي غلى وأخذ بغير حقه فإنه لا يقبل الله عز وجل هذه الصدقة، لا يقبل الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد المكسب الطيب لأجل أن تحل هذه الصدقة، يعني يأخذها بحلها. بهذا القدر أكون اكتفيت من التعليق على هذا الحديث، في فوائد كثيرة الحديث لكن أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وطبعا قبول العمل يكون بالإخلاص لله عز وجل، لذلك هنا لابد من النية، النية في الوضوء والنية في الغسل، وكذلك أن يكون على وفق السنة بتوفر الشروط والواجبات وانتفاء الموانع، وكذلك في الغسل لابد من توفر الصفة الشرعية التي جاء بها الشرع، إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإجزاء، المهم لابد على الصفة الشرعية، شرط القبول الإخلاص والمتابعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبعد، this is our second meeting with Sheikh Usama Al-Utaybi حفظه الله تعالى, where we are covering two books, one of them being Al-Mu'taqad Al-Sahih, the correct creed, by the noble Sheikh Dr. Abdul Salam Ibn Burgess, may Allah have mercy upon him, who died in 1425. And the second book is Al-Arba'un Fil Ahkam, 40 Hadith regarding the rules and regulations, by Al-Hafidh Al-Mundhiri, who died in the year 656 Hijri, rahimahullah ta'ala. And as Sheikh mentioned, going back to the introduction of Sheikh Abdul Salam Ibn Burgess in his book, The Correct Creed, he said he would try to comment on most of the treatises as much as he's able to do. And the Sheikh went back reading the introduction that all of the prayers is for Allah. May the salah and the salam of Allah be upon the Messenger of Allah, upon his family and followers and all of his companions, as to what follows. The Sheikh, he stated, the Sheikh Abdul Salam said, that indeed the creed of Ahl Sunnah wal Jama'ah, it is the religion of truth, that which is obligatory upon every Muslim to believe, being that it is the creed of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, his noble companions, may Allah be pleased with them all. So whoever opposes that, then he has subjected himself to the severe punishment of Allah, and Allah despising them in Allah's anger. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he said about the groups that will appear amongst this nation, and there are 73 groups, all of them in the hellfire except for one, and that one group is the Jama'ah. And this narration has been collected by Al-Imam Ahmad and by Abu Dawud from the hadith of Mu'awiyah, and it also has been collected by Ahmad and Ibn Majah and Ibn Abi Asim in the hadith of Anas. The Sheikh, he stated that this hadith, the hadith dealing with the
Ummah split into 73 groups. And this is a narration that is widespread on the Prophet sallallahu alaihi wasallam by many routes from different companions. The Sheikh had mentioned that the Jews, they split into 71 groups in their religion. And the Christians split into 72 groups in their religion. And the Islamic Ummah, we will resemble these disbelievers and separate in our religion, as the Prophet mentioned, separating into 73 groups. And this separation is from the affair of innovation. The separation is due to the matter of innovation. So these individuals who are upon innovation, they are threatened with punishment in the hellfire. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, all of them, meaning all of the groups, are in the hellfire, excluding one group. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam clarified the description of those who are saved from the hellfire. And he mentioned that that group is al-jama'ah, the jama'ah. And as Abdullah ibn Mas'ud, he mentioned, and this narration is collected by Ibn Asakir, and it is a good narration, al-jama'ah ma wafaq al-haq in kunta wahdak, that the jama'ah is that which agrees with the truth, even if you're one person by yourself. Also, in the other narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam described this jama'ah which is safe from the threat of being punished in the hellfire, and he said that they are the ones who are upon the lights with me and my companions are upon today. And Al-Ajudri, he collected this narration in his book Al-Sharia on the authority of Abdullah ibn Amr, and Al-Tabarani has mentioned this narration in Al-Saghir in his book Al-Awsat from the hadith of Anas ibn Malik. So here it is mentioned, the one who was upon with me and my companions are upon. Meaning these are the ones who will go, who these are the ones who are the jama'ah. And Ahlul Sunnah, they are the jama'ah because of them holding on to the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the companions. And this narration is a good narration. The author, he mentions that this is the regulation of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, those who hold on to the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and the Sunnah of his rightly guided Khulafa, biting on to it with the molar teeth. The Shaykh had mentioned when here by the statement of the author, this is the regulation of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, meaning the name, the regulation that the name is regulated by. And that is due to the fact that you have everyone claiming to be from Ahlul Sunnah wal Jama'ah. You have the Maturidiyya, they claim to be Ahlul Sunnah. You have Ash'ariyya, they claim to be Ahlul Sunnah wal Jama'ah. However, there are regulations that regulate who truly are the people of the Sunnah and the Jama'ah. And the regulation is being upon that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba were upon. So the question comes, the Maturidiyya, are they upon that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon? Or the Ash'ari, are they upon that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or Afwan the Shaykh, he mentions that we follow, or those who hold on the way, or the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and the Sunnah of his rightly guided Khulafa, biting onto with the molar teeth, meaning the teeth in the back. For when a person holds on or bites with these teeth, meaning he has a tight grip on it. And this is the reason why they are safe from being punished in the hellfire,
because they hold on to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba. So the author he mentioned for this, they are al-firqatul najiyah. They are the saved group, meaning they are the ones who are saved from the hellfire of the day of judgment, ones who are safe from falling into innovations in the life of this world, and they are al-firqatul mansura. They are the victorious group, based upon the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that they will not cease to be a group for my name apparent until the commandment of Allah, while they are apparent uppermost. This narration has been collected by both Imam Bukhari and Imam Muslim in their authentic collections of narrations from the hadith of Al-Mughira ibn Shu'ba. The Shaykh mentions that the author mentions what is the meaning of being a parent. The author says, والظهور هنا بمعنى النصر. The meaning of being a parent, meaning that they will be aided. As Allah Azza wa Jalla mentioned, and we aided those who believe over their enemies, and they became ظاهرين, uppermost, meaning they're the ones who were given victory and support by Allah over their enemies. And Allah Azza wa Jalla mentioned, indeed, our army will overcome them. So they overcome them by way of the Saif and the Sinan, and by way of Al-Hujjah wal-Burhan. The Shaykh mentions, so they are ظاهرين, apparent or uppermost, meaning they are aided and helped by Allah. And they are the ones who are overcome by way of the Saif, which is well known, the weapon, or the Sinan, which is another name for that, or by way of Al-Hujjah wal-Burhan, by the proofs and the evidences. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that this group will be until the hour, meaning until Allah Azza wa Jal decrees for them to be taken away, and which is right before the day of judgment, and they will be saved due to them implementing the Quran and the Sunnah and staying away from innovations and sins. As for the one who indulges in acts of disobedience, this individual will not totally be saved, or this individual is not totally saved. Rather, one who keeps away from ash-shirk billah, the one who keeps away from al-bid'ah, the one who keeps away from the kaba'ir, the major sins, this is the one who is completely safe. The author, rahimahullah ta'ala, he states, and they are one group, and not numerous groups. So for this reason, they have been named al-jama'ah. As Allah Azza wa Jalla mentions, and we'll put it after the truth except for falsehood. The Shaykh, he says, the many groups that are present, that they are not saved groups, like the Tablighis or all the Ikhwanis. Rather, the saved group are Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And with their shuyukh, even though their shuyukh are many and different shuyukh, all of these shuyukh are upon one methodology. The shuyukh of Ahlul Sunnah wal Jama'ah are upon one methodology and upon one heart. Even though they may take place some small differences in the worldly affairs, but they are united upon the same methodology and their hearts are as one heart. Now mentions, rahimahullah, that they do not have a name for them that they are known by other than Islam and the Sunnah. And that which the Quran or Islam and the Sunnah has indicated from the different wordings. Imam Malik, rahimahullah, he said, Ahlul Sunnah, they do not have for them a nickname that they are known by. Not Jahmi, nor Qadri, nor Rafidi. The Shaykh, Hafidhullah Ta'ala, he
state, Ahl Sunnah wal Jama'ah, they do not have names like the Ikhwanis, the Muslim Brotherhood. No other than these names that have come about new in these days and times. Rather, Islam and the Sunnah unite. This is what they are named by, the name of Islam and the name of the Sunnah. And that which Islam and the Sunnah has indicated, like the name Salafi or the Salafis, this is indicated by the Quran and the Sunnah, or Athari or Ahl al-Hadith. These names have correct meanings, and they are not just claims. Imam Malik rahimahullah ta'ala, in his statement that Ahl al-Sunnah, they do not have any nickname for them that they are known by, not Jahmi, or the Jahmiya, who are a deviant polytheistic group, or Qadri, who are a deviant that is astray, or the Rafidi, another deviant group that are of different categories, and some of them being upon a shirk billah. The Shaykh mentions, so they do not have any other name other than the Sunnah. As Imam Malik rahimahullah ta'ala was asked about the Sunnah, he said, that which has no name for it other than the Sunnah. Meaning that Ahl al-Sunnah do not have a name that they are attributed to other than the Sunnah. So, then the Shaykh mentions that Shaykh Abdul Salam rahimahullah ta'ala, he mentions some of the Islam that have been authored by the scholars of Islam. Some of these books being printed and others are lost. And the Sheikh says he doesn't want to get into mentioning the biography of every Sheikh that is mentioned. Rather, a person can return back to the translation of the book and look up the biographies of these scholars. As the author he mentions, rahimahullah, that the Aqidah of the Salaf al-Saleh that you find a group from amongst the major scholars, they have given great concern for the Aqidah of the Salaf al-Saleh by establishing it and clarifying it, the proofs and evidences and explaining it, and many books that have been authored as independent books and books that entail other matters. And from those books that have been authored by name, that which has been named a Sunnah, and what is meant here by a Sunnah meaning the creed, and these books exceed beyond 250 books. Books that have been named a Sunnah explaining the correct Aqidah. The Shaykh mentions, Hafidhahullah, the first book of Aqidah that one should concern oneself with is the Book of Allah, the Quran. This is the first book of Aqidah. And then we have the Aqidah being learned from the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And then we have the Aqidah being learned from the narrations that are on the companions and the tabi'een and those who follow them. The Quran is present. And the ahadith, the prophetic narrations are present in the books of hadith. And likewise, we have the books that have been authored on the topic of the Aqidah. So the author, he mentioned some of the names from the son ibn Abi Shayba, the son of Ahmed ibn Hanbal, the son of Ibn Abi Asim, the son of Abdullah ibn Ahmed, the son of Al-Khalal, the son of, and these books are printed. And then you have the Sunnah by Ahmad
ابن الفرات أبي مسعور الرازي, and the Sheikh, I believe he mentioned that this book is not present. The Sunnah by Asad ibn Musa, and the Sunnah by Ibn Qasim, and the Sunnah of Muhammad ibn Salam al-Bikandi, likewise, he believes that these books are not present. Then you have As-Sifat, Warrad al-Jahmiya, Ibrahim ibn Hammad. And then you have the Sunnah of Al-Athram, and the Sunnah of Harb ibn Ismail al-Qarmani, the Sunnah of Ibn Abi Hatim, the Sunnah of Ibn Abi Dunya, the Sunnah of Ibn Jarir al-Tabari, and Tafsir fi Ma'ana bin Deen. This book is printed. And Ibn Jarir, also by Ibn Jarir, and the Sunnah by Al-Tabarani, and the Sunnah by Abi al-Shaykh al-Asbahani, and the Sunnah by Abu al-Qasim al-Alaka'i, meaning the explanation of the creed of Ahl al-Sunnah, and the Sunnah by Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. They have, Shaykh mentions, Rahimahullah, Aqidah of the Salaf and the Companions of Hadith by Imam al-Sabuni. This is printed. Al-Ibana by Ibn Battah is printed. The Book of Tawheed by Ibn Khuzaymah is printed. The Book of Tawheed by Ibn Mandah is printed. Al-Iman by Ibn Abi Shaybah is printed. Al-Iman by Abi Ubaid al-Qasim is printed. Shahr al-Sunnah of al-Muzani is printed. Then you have Shahr Madhahib Ahl al-Sunnah by Ibn Shaheen in the Sunnah, that is known as Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, Shahr Aqidati Ahl al-Sunnah by Abu al-Qasim al-Taymi al-Asbahani. This is printed. The Shaykh mentions, Rahimahullah, the Foundations of the Sunnah by Abi Abdullah ibn Abi Zamanin. This is printed. Al-Sharia by Imam al-Ajurri is printed. Ihtiqad Ahl al-Sunnah by Abi Bakr al-Ismaili printed. The Sunnah by Imam al-Barbahari printed. Then he mentions, Rahimahullah, al-Imam by Ibn Mandah, al-Imam by al-Adni, and al-Arish by Muhammad ibn Abi Shayba. I believe the Sheikh mentioned that now these also are printed. And the Qadr by Ibn Wahab, and the Qadr by Abu Dawood. The Qadr by Ibn Wahab is printed. The Sheikh mentioned that the Qadr by Abu Dawood, an independent book, he doesn't know of it being printed, but there is a chapter or a book within the Sunan of Abu Dawood titled with Al-Qadr. And you have Ru'ya wa Sifat wa Nuzul by Imam al-Darqutni. And then you have the Risala, or the Treaty of As-Sijzi, to Ahl al-Zabid, by Abi Nasr al-Sijdi. Then you have Ahl al-Sifat, by Al-Khatib al-Baghdadi, in the Sunnah by Ahmed al-Asbahan, who is known as As-Sal, the Sunnah by Ya'qub al-Fasawi, the Sunnah by Qassab, Usul al-Sunnah by Abi Bakr, Abdullah ibn al-Zubair al-Humaydi, the Sunnah by Hamr ibn Ishaq, and the Usul by Al-Amr al-Qalamanki. And other than them, there are many, many books that have been authored by the scholars dealing with the explanation of the creed. And then the author, he mentions, likewise, the books of those who came after these scholars, meaning the scholars of the past, or the early generations, from Ahl al-Sunnah, like the books of Ibn Abdul Barr, the books of Abdul Ghani al-Maqdisi, and Ibn Qudam al-Maqdisi, and Ibn Taymiyyah, and Ibn al-Qayyim, and al-Dahabi, and Ibn Kathir, and Muhammad ibn Abdul Wahhab, and other than them, that which clarifies the correct Aqidah, and that which is those books that are used as a proof to establish the correct Aqidah and expose the doubts of the people of desires. So the Shaykh mentions that these books have their importance in knowing the Sunnah, and these books are used again as a proof to establish the correct Aqidah
and to in exposing the doubts of the people of innovation. And then the Sheikh says he will comment on the remaining part of the introduction in the next class, and inshallah enter into the first matter that is meant to the correct aqidah regarding the monotheism of Allah Sheikh. And that was the end of the summary of the ta'liqat for the comments of the Sheikh Hafidhullah Ta'ala. Now we move on to the 40 hadith regarding rules and regulations. And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala went back and he read the introduction once again. And the Shaykh, he mentioned that was some extra point regarding the introduction. Well, Imam Al-Alam Al-Hafidh Al-Mundhiri Rahimullah Ta'ala, praise Allah, the one who gives the success to traverse upon the paths of his guides, the one who has bestowed upon the people the bounties by way of his mercy, his vast mercy. And also he praised Allah with true praise and bore witness that not the right to be worshipped except for Allah alone. The testimony of faith that is done by those who hold on to him, and that which comes from him and that which comes to him. And he bore witness that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant of Allah and his messenger, the one who has fulfilled his covenants. And the Shaykh, he mentioned here that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, prior to Islam, in the pre-Islamic time of ignorance, he was known as being one who was truthful and one who was trustworthy. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was truthful in his speech, and he was trustworthy when he was entrusted with a matter. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was known to keep his covenants, as Allah has been commanded with this: O you who believe, fulfill your covenants. And may the salah and the salam of Allah be upon the Prophet, his family and followers, his companions and the tabi'een to the end. And then he mentions that the author says waba'd, and he says, as for the statement waba'd without the ha at the end, he says this is allowed, he says, but you find it is better to have waba'du, meaning the ha after the dal. And some of the mashaykh, probably the linguists, they say that it's mandatory to have the ha there. And he mentioned that the author, Imam Al-Mundhiri Al-Hafidh, he said that you have asked me or requested from me to collect for you 40 narrations that you can memorize from the narrations of the rules and the rules and the regulations, and that which you can study over your life or time period throughout your days, without there being any chain of narration, in order to make it easy for you in this matter that you intend or desire. And I have made istikhara to Allah regarding this matter, and I have responded to your requests, and I have gone forward to do that which you like for me to do, and I have extracted the narrations from that which has been mentioned by Imam Bukhari, Imam Muslim, may Allah have mercy upon them both, and their two authentic books of narration, or that which one of them has mentioned, desiring Allah that he benefits me with it, as well as you and the rest of all of the Muslims, and indeed Allah is the most merciful of those who show mercy. The Shaykh mentions that the rules and the regulations are connected to the matters of al-halal and al-haram, that which is lawful and that which is not lawful. Also, the rules and regulations connect to that correct and that incorrect from the actions. And the Shaykh mentions that the legislation is divided into two categories.
that which is taklifiyya, meaning that which is the responsibilities upon those who are held accountable. They have from that five rules of responsibility: that which is wajib or obligatory, that which is recommended, mustahab, that which is prohibited, haram or muharram, that which is disliked, al-makruh, and that which is merely permissible, al-mubah. And then you have the rules and regulations that are put in, like the reasons for a matter to be established, or the conditions that have to be met, or the obstacles that have to be removed, or that which is known as being a correct action or contract or the likes, or that which is corrupted due to something being missing. These matters, the Shaykh mentions, Hafidhullah, are extracted from the proofs and the evidences of the Quran and the Sunnah. Likewise, the halal and the haram are extracted from the proofs and the evidences. And all of the verses in the Quran are good and have blessings and are of benefit. But you have within the Quran specific verses that deal with the topic of halal and haram, rules and regulations. And you have many of the scholars, they have wrote books specifically on this topic, the verses that deal with the rules and regulations. And they are about 200 in number, meaning the rules and that verses that deals with rules and regulations, they are about 200 in number, some say 205. So these matters are connected to the actions. The matter of aqidah does not enter into this realm, into the matter of the rules and regulations of hajj and fasting and other than that, or buying and selling. For the rules and regulations are connected to the physical actions, the acts of ibadah that you carry out physically, that which is connected to buying and selling, or that which is connected to marriage and divorce and who has custody over the children after the divorce, and that which is connected to the judgments or the punishments, or that which is connected to the atonements that have to be made if a person commits a certain crime. Matters of fiqh, these are matters of jurisprudence. And likewise, you have a hadith that deal with this topic specifically. And the scholars, and these are hadith, the scholars have collected them in books. So just like you have the verse, rules and regulations being collected in book, you have narrations that deal with rules and regulations being collected in books, in one book. Some of these books are big in size and some of them are medium size. Here, Al-Hafidh Al-Mundhir Rahimahullah Ta'ala, in a British treatise, where he collected the most important hadith that a person will need throughout his or her life, dealing with the rules and regulations, that which can be studied. And he made istikhara to Allah Azza wa Jal as to what to put in the book. And these narrations are without any change of the narrations to make it easier for them to memorize. And they come from Bukhari and Muslim, the two most authentic books after the Book of Allah. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he mentions the first hadith on the authority of Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with them both, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned that indeed Allah does not accept any prayer
without purification, nor any sadaqah that's from ghulul. The Shaykh mentioned, Hafidhullah Ta'ala, that Imam Al-Mundari mentioned that this narration was collected by Imam Muslim. However, the name Allah is not mentioned in the narration of Imam Muslim. However, it is mentioned in other than the narration of Imam Muslim. And the Shaykh mentioned that this is the custom of the latter scholars when they mention narrations or the wordings of narrations, and they attribute the wording to Bukhari and Muslim, although the actual wording is not from Bukhari and Muslim. And this can be, it can be that it has the same chain of narration, or this is due to them not being precise in their mentioning of the wording. As for the wording that is in the Sahih of Imam Muslim, from Musa ibn Sa'd, that Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, he visited Ibn Amir. And Ibn Amir, he said, "Oh Ibn Umar, are you not going to make dua for me?" As Ibn Amir was sick when Abdullah ibn Umar visited him. So Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, he said, "I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say, there is no prayer without purification and no sadaqah that is accepted from ghulul, meaning wealth that was stolen from the spoils of war before being distributed." And then Abdullah ibn Umar, he went on to mention that you were over Basra, meaning you were the governor over Basra. And I don't know what you have done. Meaning perhaps you may have taken something from the spoils of war, or perhaps you have done something inappropriate, and Allah knows best. There's another narration on the authority of Abi Hurairah radiallahu an, which is in the Sahih of Imam Muslim also, that the prayer of one of you is not accepted when he breaks his wudu or his state of purification until he makes wudu. There is a narration collected in the Musnad of Imam Ahmad that Allah does not accept sadaqah from ghulul nor any prayer without the purification. And in Ibn Majah, there is the wording that indeed Allah does not accept prayer without purification, nor does He accept sadaqah from ghulul. And this is the wording that has been mentioned by Imam Al-Mundari here. So this means any prayer that is prayed. Let me go back. So Ibn Umar mentioned that the salah is not accepted when any one of you breaks his state of purification that he makes wudu. And also the matter of Allah not accepting the sadaqah from ghulul. Now, so the Shaykh mentioned that any prayer that is made without purification is not accepted. So this narration indicates that it is obligatory to make purification for prayer. Purification can either be wudu or ghusl, and when there is no water, or one does not have the ability to use water, then you have At-tayammum, the dry ablution. The Shaykh mentions that in the narration here, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not mention wudu, because wudu only suffices for the small occurrence. At the major occurrence, then it is a must that one makes ghusl, where the water reaches the entire body, when the person has the intention of putting himself or herself in a state of purification, being ready for the prayer. The small occurrences are passing gas or something coming out of one of the passageways, or eating meat camels, or deep sleep, or when one loses consciousness. Or the major occurrence,
then it is the wet dream, being in a state of major impurity, where the private parts penetrate or having intercourse with one's spouse. And the third matter, and this is specifically for the woman, the monthly cycle, and that which is connected to that is postpartum bleeding. Also, the Sheikh mentioned in this testate, the ghusl is apostasy from the religion. As I, some of the scholars, that it is obligatory that if a person apostates from the religion and comes back into the fold of Islam, that the person has to make a ghusl, and the Sheikh says this is the most correct opinion. So a person is not allowed to pray except with purification. If he has a small occurrence, then he makes wudu for that. If he has a major occurrence, then the ghusl must be made. And if the person does not have any water to make the wudu or the ghusl or the ability to use the water, then he makes the dry ablution. And if the person cannot even do that, then the person just prays in his state. As for Allah not accepting sadaqah from ghulul, al-ghulul is when a person steals from the spoils of war before they have it. So when a person steals from the spoils of war and then gives sadaqah with that which he stole, it is not accepted by Allah Azza wa Jal. So as an example, if a person, he stole some money and he gives charity with that money, that money that was stolen that he gave charity with is not accepted. As the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, that indeed Allah is tayyib, Allah is good, and he only accepts that which is good. So when we speak about the matter of being accepted, the conditions have to be fulfilled, and they are having the correct intentions, and secondly, being in accordance to the sunnah. So the obstacles that prevent an action from being accepted, they have to be removed. The conditions have to be met. The obligations have to be fulfilled. So along with fulfilling the obligations, having the correct intentions, the person must perform the action in accordance to the legislated description of the action in order for the accept. And the Sheikh, he mentioned, this is the end of his comments on this narration. And there are many, many, many other benefits that can be mentioned. And whatever is correct, the praise is for Allah Azza wa Jal alone. And whatever is incorrect, it is for myself. Wa subhanaka allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.